وهناك تاريخ منسي لا نلتفت إليه إلا قليلا. لالة الباهية بنت الشيخ المفضل الرحماني واحدة من هذا التاريخ المنسي، ومن تاريخ شابة عاشت الدلال والغنج بكل أنواعه، بل أن ثاني أهم شخصية في المغرب بوحماد الصدر الأعظم الذي حكم المغرب من سنة 1894 إلى سنة 1900 إلى جانب الأميرة لالة رقية، كان قلبه يخفق لهذه الشابة الرحمانية والتي بنى لها قصرا باسمها وسماه باسمها الباهية نظرا لحبه الكبير لها. من تكون هذه الشابة الرحمانية لالة الباهية؟ وكيف تزوجت بوحماد؟ وكيف بنى لها قصر الباهية خصيصا لها؟ وكيف طردت منه في أواخر أيامها؟ ابقوا معنا، دعموا القناة واشتركوا فيها دعما لهذا المحتوى التاريخي والتحليلي. كان من الصعب امتلاك قلب رجل حاد الطباع، جاف المشاعر وقاسي اللكنة، لكن ارتباط أحمد بن موسى الشرقي المعروف بأبو أحمد حاجب السلطان الحسن الأول ثم كبير وزراء السلطان عبد العزيز بفتاة تدعى الباهية بنت الشيخ مفضل الرحماني جعلت للرجل وجها رومانسيا وقناعا سلطويا. تقول بعض الكتابات التاريخية إن الباهية ليست الزوجة الوحيدة للصدر الأعظم، بل هي أحبهن إلى قلبه، حتى وصفت بالمرأة الجاثمة على الصدر الأعظم، وذهبت الروايات نفسها إلى التأكيد على أن زواجه من الباهية ساهم في إخماد الفتنة في قبائل الرحمنة ضد المخزن، إذ عرفت القبيلة تمردا على أكثر من سلطان، وأحكمت الباهية السيطرة على قلب ووجدان الصدر الأعظم والوزير القوي في مغرب أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. وبمجرد استقرارها في مراكش تمردت على الأعراف السائدة ورفضت أن تقطن إلى جوار الوزير، بل هددت بالهروب والعودة إلى الرحمنة، ما بوأها مكانة تليق بجمالها وذكائها وتمردها أيضا. لا يجادل الباحثون حول الأصل الرحماني لزوجة الوزير القوي، كما لا ينكرون تشبعها بالعلم. اتربت في أسرة اشتهرت بالعلم والمجد والقوة، ودأبت على التحرك من قلعة والدها في الرحمنة إلى رياد العائلة في القنارية بمراكش، حيث رآها الوزير القوي وهو في ريعان شبابه تحت رعاية والده الحاج موسى الحاجب، فخطبها لتكون شريكة حياته وسيدة قصوره وريحانة زوجاته وزعيمة جواريه وخدمه وحشمه حسب الزيداني. لكن رواية أخرى تؤكد أن لالة زينب شقيقة باشا مراكش كانت مقربة إليه أيضا، ولأن الباهية كانت تنتمي لأسرة صوفية فقد حرصت على تعليم الجاريات وضراتها أصول الفقه وتفسير القرآن الكريم، كما كانت تعلمهن بعض المهن اليدوية لقتل الزمن الرتيب. واعتبارا لمكانتها المتميزة في حياة الصدر الأعظم، فقد كان عدد كبير من حاشية القصر يلجؤون إليها كلما دهمتهم غضبثه، بل إن كثيرا من القرارات الحاسمة في تاريخ المغرب اتخذت في غرفة نوم الباهية. كان أبو أحمد يستشير الباهية ويلبي العديد من طلباتها، بل إنها لعبت دورا كبيرا في تلطيف الأجواء بين القصر وقبيلتها. قال عنه المؤرخ الأديب عبد الرحمن بن زيدان: كان أحمد بن موسى أبو أحمد شعلة ذكاء ونباهة، فقيها حازما ضابطا عفيف الإيزار طاهر الديل، آية في الدهاء وحسن التدبير، ذا حزم وثبات، ومجالسه لا تخلو من العلماء ومذاكراتهم، لكنه غالبا ما كان ينهي مجالسه حين يشعر بأن موعدا
مع الباهية ينتظره. تقول فاطمة المرنسي عالمة الاجتماع إن أغلب الدارسين والمؤرخين يجهلون تاريخ ولادة للا الباهية الرحمانية زوجة الوزير أبو أحمد، خلافا لما نسبه البعض لكونها من عائلة بن داود ذات الأصول الموريسكية الأندلسية. أغلب الظن أن الصدر الأعظم ارتبط بزوجات كثيرات كما لا تعرف نشأتها الأولى، وذلك لأسباب موضوعية تتعلق بغياب التأريخ للنساء الفاعلات في الحقل الاجتماعي أو الثقافي أو المخزني في مغرب القرن التاسع عشر. ومن شدة حبه لها بنى أبو أحمد قصرا في مدينة مراكش أطلق عليه اسم الباهية، عارفانا بمودتها وحبها، وحرص على مراقبة ومتابعة أشغاله بعد أن جلب إليه خيرة البنائين والصناع التقليديين من المغرب وخارجه، بل إنه أصر على أن تكون زخرفته ناطقة بحكايات وجدانية جسدتها الهندسة المعمارية. يضم قصر الباهية عدة أجنحة وقاعات وملحقات وأحواض وحدائق، بالإضافة إلى المنتزه والحديقة التي يتوسطها سهرج معروف باسم أجدال بوحمان، والتي كانت تتخذه الباهية مجلسا لها. وذكر المؤرخ محمد غريط في كتابه فواصل الجمان أن بوحمان كان شديدا بطاشا على العصاة والمارقين والأفاقين واللصوص، لا يهدأ إلا عند الفتك بهم أو سجنهم، أما خصومه فيعيبون عليه قيامه بنقل كل ثروة البلاد التي كانت في دار المخزن على أيام السلطان المولى الحسن الأول إلى قصر الباهية عقب تولي المولى عبد العزيز الحكم. بعد وفاة أبو أحمد سنة 1900 تم ضم قصر الباهية إلى حظيرة القصور الملكية، وقام بعدها الوزير والصدر الأعظم المدني قلاوي شقيق باشا مدينة مراكش تهامي القلاوي بتشييد طابق علوي به، كما أن المقيم العام الفرنسي المارشال ليوطي اتخذ قصر الباهية مقرا له في مراكش، وبعد وفاة المارشال تحول إلى مقر للضيافة، ونزل به السلطان محمد الخامس بعد حصول المغرب على الاستقلال، وأصدر أمرا بتحويله إلى مقر للتعاون الوطني، لكن هذه الرغبة لم تتحقق، حيث تحول إلى إقامة للأمير مولاي عبد الله، إلى أن عاهد به الحسن الثاني لوزارة الثقافة. ماتت الباهية حزنا على زوجها وعلى القصر الذي طردت منه، وكان عمرها آنذاك 24 سنة. بكت الرحمانية زوجها وقصر الباهية الذي استغرق بناؤه 7 سنوات، وفي عز نكبتها تداول المغاربة المثل الشعبي المأطور كملات الباهية. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.